طيب بكرة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، مباراة غاية في الأهمية وفي إطار بطولة الدوري العام، والأهلي ماشي فيها بشكل مميز جدا، وصل ل13 نقطة من 5 مباريات، أربع انتصارات وتعادل وحيد، فبالتالي إن شاء الله الأهلي يكمل انتصاراته بعد انتصاره الأخير على سيراميكا بنتيجة 2-0 من خلال الفوز على الإنتاج بإذن الله تعالى. بكرة يكون الفريق موفق في هذه المباراة، بالتالي الفريق بيواصل استعداداته للمباراة دي من خلال مران أخير. حضراتكم بتشوفوا بعض اللقطات لي دلوقتي على الشاشة، ومران أخير بيستعد من خلاله النادي الأهلي لمواجهة الغد، وهي مواجهة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة، لأن فريق الإنتاج الحربي فريق مميز ودايما مبارياته مع النادي الأهلي بتبقى صعبة، وكمان على رأس القيادة الفنية لفريق الإنتاج الحربي طبعا كابتن مختار مختار، أحد أبرز المدربين في الكرة المصرية. لكن إحنا عايزين نعرف كواليس أكبر بتتعلق بمران الفريق النهاردة وآخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الغد، علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي علشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق بالفريق. يا شريف مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل المران الاخير للنادي الاهلي اللي بدا في الثالثه والنصف، طبعا استعدادا لمباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بكره باذن الله على استاد الاهلي والسلام في السابعه والنصف، يا رب باذن الله يكون بكره يوم التوفيق مع النادي الاهلي وفوز على فريق الانتاج الكبير بثلاث نقاط اضافوا الى رصيد النادي الاهلي باذن الله. شريف، ايه ابرز الامور اللي بتتعلق بالفريق النهارده، وتحديدا عايز اطمن على علي معلول بعد ما تعرض لكدمه امبارح، عايزين نعرف هل هو جاهز للمباراه ولا لا؟ اطمنك واطمن كل مشاهدي ومتابعي وكل جماهير النادي الاهلي، علي معلول شارك في المران بالكامل. علي معلول اعلن جاهزيته لمباراه الغد، يبقى بقى الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، لو اختاروا في القائمه اللي هتعلن بعد قليل هيكون متواجد، ولكن من التمرين اللي شاهدته النهارده وكان بالمناسبه تمرين مغلق لكل اعضاء النادي الاهلي، ولكن شاهدت اجزاء كثيره منه، علي معلول شارك التكتيك بتاعه النهارده كله، فيبدو ان علي معلول هيكون باذن الله بكره موجود مع فريق النادي الاهلي. التمرين كان الساعه 3:30، يمكن من قبله كان في محاضره فنيه لمستر موسيماني مع اللاعبين، يمكن اتفرجوا فيها على جزء من مباريات الانتاج الحربي، الخطوره ونقطة الضعف والخطوره طبعا لفريق الانتاج الحربي، وحذر من فريق الانتاج الحربي طبعا بيقوده مدير فني كبير هو الكابتن مختار مختار. يمكن الفريق اتفرج على حوالي نص ساعه من مباريات الانتاج الحربي، وباذن الله لو نفذوا التكتيك اللي النهارده عمله مستر موسيماني في المران هيكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. يمكن المران بدأ النهارده ببعض الأحمال البسيطة جدا، وبدأ يشتغل بقى تكتيك للمباراة، الجمل الفنية، وحفظ كل اللاعبين اللي هينفذوه بكرة بإذن الله في المطلوب، جرب أكثر من لاعب في أكثر من مكان، يبقى التوفيق فقط بإذن الله يكون حليف النادي الأهلي. يمكن الكل شارك النهارده في المران باستثناء اللاعب مروان محسن اللي كان بيأدي التدريب التأهيلي عشان خاطر يجاري لاعبي الأهلي في الفترات المقبلة يكون بدنيا جاهز، ولكن الكل شارك النهارده المران كان حوالي في 24 25 لاعب النهارده، الكل النجوم النادي الاهلي النهارده مشاركين طبعا باستثناء محمد محمود اللي كان بيجري التدريبات التاهيليه هو وكريم ندفد ومروان في قرب وخلاص، محمد محمود قرب، كريم قرب، خلاص بتتكلم الشهر ده باذن الله هيكونوا موجودين، وباذن الله الشهر الجاي باذن الله يكون محمود متولي موجود مع باقي الزملاء. يا رب باذن الله تكمل القائمه كده بدون اصابات وتكمل على خير باذن الله نهايه الموسم، موسم صعب، توالي مباريات، ضغط مباريات كل 3 4 ايام مباراه، يا رب باذن الله تكون او يكون اللي جاي افضل للنادي الاهلي. نتائج تحاليل الرابيد تيست بتاعت امبارح يا شريف طلعت خلاص والكل الحمد لله سليم، مفيش كورونا في النادي الاهلي الحمد لله في الفرقه. الحمد لله، يمكن منذ فترة طويلة الأهلي بيعلن زيرو إيجابية كورونا، يا رب بإذن الله تفضل على كده اهوت. الحمد لله الأهلي بيحاول ينبع اللاعبين في كل مكان تطبيق الإجراءات الاحترازية في النادي الأهلي بتطبق بكل احترافية، ولكن اللاعب خارج النادي محدش بيبقى مراقبه، ولكن المدير الكرة الكابتن سيد بيحاول هو والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن ينبع اللعيبة باستمرار، محدش يصور كتير مع المعجبين، وهتضطر تتصور يكون الكمامة على وجهك، ما تقلعش الماسك خالص، يا رب بإذن لعيبه النادي الاهلي تطبق هذه الاجراءات الاحترازيه عشان يعفوا جميعا من مرض كورونا. طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفرقه كلها جاهزه ومتاحه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، هل ده بيسبب حيره فنيه تعتبر لذيذه نوعا ما بالنسبه للمدير الفني من خلال متابعتك يا شريف، ولا هو بيفكر ان هو يتعامل مع الجزئيه دي تحديدا ازاي، خصوصا الاهلي بيمتلك ما شاء الله قائمه مميزه جدا من اللاعبين طالما كلهم جاهزين، فانت اكيد هتبقى بتفكر كتير تلعب بمين ولا بمين يعني.
قعدت النهارده اتابع لاعبي النادي الاهلي، ما شاء الله في كل مكان في 2 لعيبه وثلاث لاعبين. الراجل في حيره دلوقتي هيلاعب مين بكره. النهارده جرب في اليمين كذا لاعب، في الشمال كذا لاعب، في الديفندرات، في السرد باكات، في الهجوم، في الاطراف. الراجل جرب لعيبه كتيره النهارده، استقر طبعا، ولكن جرب قبل ما يستقر على التشكيل. ولكن كان في حيره النهارده المستر بيتسو موسيماني. الجاهزيه ما شاء الله كتيره جدا، بتبقى كروت مميزه للمدير الفني، ولكن تبقى الحيره بقى مين يقدر ينفذ، مين يقدر يكون التوفيق معاه اللي يثق فيه مستر موسيماني ويديله بكره باذن الله. ولكن باذن الله ربنا يوفقه في اختيار 11 لاعب بكره يمثلوا النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان او بعد قليل هيتجه الى فندق الاقامه الموجود في التجمع الخامس، طبعا قريب من ملعب الاهلي والسلام، بحوالي 20 25 دقيقه باذن الله. الاهلي هيستعد للمغادره بعد قليل، بعد صلاه المغرب هيغادروا على طول في حافلتين، حافله للاعبين وحافله للجهاز، طبقا للاجراءات الاحترازيه اللي الاهلي بيتخذها طبعا عشان سلامه اللاعبين. جاهزيه عمرو السوليه، ما مدى جاهزيته للمواجهه بتاعه الغد باذن الله؟ هل هو خلاص بنسبه 100% يقدر يشارك، ولا لسه محتاج بعض الوقت عشان يستعيد فورمته البدنيه، خصوصا ان هو كان لسه راجع من الاصابه بفيروس كورونا؟ اتعمل له عمرو السوليه برنامج تاهيلي الفتره الاخيره ونفذه على اكمل ما يكون. النهارده بيشارك في المران كامل واعلن جاهزيته لمباراه الانتاج الحربي. نتمنى له كل التوفيق ولكل زمايله في الفرقه. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، وطمنا على كل الكواليس اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي في مرانه الاخير النهارده قبل مباراه الغد اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 مساء على استاد الاهلي والسلام امام فريق الانتاج الحربي. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه.